بسم الله. بداية أهني أبناء الطلبة، أهنيكم كلكم بأعياد الميلاد، عيد القيامة وعيد شم النسيم وحلول شهر رمضان المبارك. أعاد والله عليكم باليوم والبركات. طبعا إحنا في المرحلة النهائية دلوقتي عشان ننتهي من المقرر في خلال هذا الأسبوع، وطبعا إحنا استعرضنا من بداية فكرة الكومبوننت بتاع الهيدروكربون، ايه هو الهيدروكربون، ازاي ابتدى يتخلق الهيدروكربون، يعني يحصل عملية الترانسفورميشن من الديد اورجانيزمز لحد ما وصل لنا للاويل والمراحل بتاعته، والاويل ويندو والكومبوننت والثيوري بتاع الاورجانيك والان اورجانيك والمايجريشن. هو اتكون فخلاص حصل له مايجريشن، قام راح للريزرفوار، عرفنا خصائص الريزرفوار من البروستيو بيرمابيلتي وانواع البروستيو في الكربونيت وغير الكربونيت، وعرفنا ما هي البيرمابيلتي. وبعد كده استعرضنا انواع التراب اللي موجوده في العالم. خلاص بعد ما نستعرض انواع التراب اللي موجوده في العالم، لازم نستعرض انواع التراب اللي موجوده في مصر، المميزه في مصر. يبقى المحاضره بتاعت النهارده Egyptian Models of Trap المميزه لجمهوريه مصر العربيه. نلاقي اول نوع عندنا واهم نوع عندنا الكريست بتاعت التلتد بلوك. يعني لازم تكون عندي طبقات مايله واحنا بنختار القمم بتاعتها. دي غالبا هي الموست كومن تراب اللي موجوده عندنا في الكارب اوف سيلز. انت المفروض تبقى عارف الحاجات المميزه دي مش ليا، فلنفرض ان حتى مش للامتحان، فلنفرض ان نصيبك ان هتتعين في شركه بترول، فاقل ما فيها وانت في شركه البترول اما حد يجي يسالك عن انواع الترابس المميزه لمصر على طول تقوم قايل له الكريست بتاعت التلتد بلوك. تلتد بلوك يعني ايه؟ يعني في طبقات عندي مايله هنشوفها في اللوحه الثانيه. لازم تعرف برضو دي مميزه لاني حقل ولاني عنف. هنا يبقى دي مهمتك، اول نوع كذا. تاني حاجه الريزرفوار بيبقى فين؟ يا اما في البري ريفت، وانت خدت البري ريفت مع دكتور احمد اسماعيل زي النوبيا والكريتيشيس والايوسين، او في اللور ميوسين، وهيبقى عندنا الحاجات المميزه ليها اللي هي نخل والورديز. طب السيل عندنا او الكابروك ايه ده؟ الجروب جرينامار، او ممكن نلاقي في بعض الاوقات الايبابورايت. اكزامبل الفيلد، يبقى انت دلوقتي عرفت الايش بتاعها لوكيتد في اي حته، ولازم تعرف الاويل فيلد اللي هي مميزه ليها. الاويل فيلد مميزه ليها رمضان اويل فيلد او اكتوبر بلاعين لاند اند مورجان. يبقى احنا ابتدينا نضيف لنا حصيله جديده اللي هي اسماء ابار الاعمار البري ريبت البوست ريبت الصفه المميزه بتاعتها اللي هي تلتد كلاس بلوك. الرسمه بتاعتنا اهي على ايديك الشمال بنوريك ان هي بلوكس، ولكن البلوكس مايله، وطبعا في مجموعه من السلطات احنا بناخد الكريست اللي عندنا. انا ما اعرفش انتوا شايفين الماوس ده ولا لا، اللي هي في المناطق العليا، وناخد بالنا ان هنا بنقول هنا بلوكس، يعني مجموعه من البلوكس مش حاجه واحده، عشان هو ده النوع الثاني اللي بعد كده. هنا شكلها بيبقى في الماب، وانا عارف ان انتوا خلاص محترفين الماب وخدتوا استراكشر في سنه ثالثه الحمد لله، او في الرسمه العاديه بتاعت الكروس سكشن اللي بهذا الشكل. طب احنا دلوقتي ما عندناش، يعني نبص للحاجه الثانيه، او ما كانش متوفر عندنا النوع الاولاني المميز اللي هي التلتت كريست الكريست تلتت بلوكس، يبقى النوع الثاني ما فيش بلوكس كتيره، بتبقى فيه حاجه واحده بس اللي هي الامبورتنس اوف سكندري كريست، سكندري كريست وليس البرايمري اللي هو العديد. دي بقى عباره ايه؟ تلت بلوك وحصل لها ايرودد، حصل لها عمليه الايروجن يعني، وخلاص ابتدينا نقرب من البيزمنت، انما ممكن نلاقي بلوك تانية لسه موجوده وتبقى دايما موجوده كجزء عالي في التراب، وتقريبا كمان في الهوموكلايم على ما اتذكر. اهو هنا هو عباره عن بلوك واحده، بلوك واحده، البلوكات اللي كانت فوقيها كلها حصل لها عمليه ايروجن. فيبقى بناخد الحاجه الثانيه اللي هي importance of secondary crest. يبقى الاولانيه
تلتد كريست، سوري الكريست اوف تلتد بلوك كريست، وفيها الاس يعني جمع، الثانيه لا السكندري كريست كده كويس. اي زي ما بقول لك هورست لايك فيتشر كورسبوند تو كريست اوف بلوك، يعني هي كانها جزء من الهورست وفي المونو كلاين فلانك، زي اللي بقول لكم هومو كلاين او مونو كلاين، نمير واحد واحنا دوب خدنا كريست واحده، والكريست واحده دي ديت كانها هورست لايك فيش. هورست انتوا عارفين الهورست هو الجرابن، الجرابن اللي هو يبقى عندي فولتين نورمال من هنا ونورمال من هنا، ده الهورست سوري، ويبتدي ينزل السايد ده والسايد ده، ويتفضل لك السايد اللي فوق ده اللي بنقول عليه الهورست، واللي تحت بنقول عليه الجرابن زي ما انتوا خدتوا في ثانوي. شايفين المنظر بتاعه شكله ايه؟ هومو كلاين او مونو كلاين نازله بهذا الشكل. لهنا هنا هو هورست لايك فيتشرز، هورس يبقى structure on the homocline flank of blocks اللي هي الهورست لايك فيتش. طيب احنا عندنا برضو فلطات في مصر، يا اما فلطات عرضيه ترانزفيرس، يا اما الفلطات طوليه اللي هي اللونجيتودينال فول. احنا هنا هنبتدي نشوف ايهما الافضل او ايهما المميز وايهما المميز. يبقى النوع الثالث اللي هو intersection تقاطع of transverse and longitudinal اللي هو كلايسميك فولت. الطيب ديت بتبقى low amplitude، يعني الامبليتيود بتاعها قليل، فطالما الامبليتيود بتاعها قليل يبقى الثرو بتاعتها قليله، يبقى مش هتبقى ايه كويسه از از ريزرفوار او از دراج كده كويس. هنا الترانسفيرس دائما وابدا، احنا بنتكلم دلوقتي على الترانسفيرس، احنا بنقول هنقول الترانسفيرس والانكوتيوتر، بس احنا هنتكلم الترانسفيرس ليها اللو امبليتيود، الثرو بتاعتها قليله، الديتكشن بتاعها كمان صعب. يعني رايح حاجه زي رساي ماك ديفينيشن كان بي بروبلماتيك كده كويس. انما اللينجوتيتينال فولت لا، الامبليتيود بتاعتها هاير، وبنقدر نعمل لها ديتكشن بالسايمك لاينز اللي بنعملها، ومتاثره بالايفابورايت، يعني الايفابورايت عندنا عامله السيل كده، يعني عامله السيل اللي عندنا. طب دي موجوده فين؟ موجوده في الرمضان فيلد كده كويس، وممكن لنا من الاويل. يبقى في واحده منهم اللي على ايدينا الشمال اللي الترانسفيرس دي لو امبليتيود كده كويس، وفي نفس الوقت لو ثرو الديتكشن بتاعها صعب. على ايدينا اليمين يبقى هي اللينجوتيودينال، واللينجوتيودينال عندنا من الممكن يحصل لها ديتكشن بالسيزميك انتربريتيشنز او سيزميك بروسيسور انتربريتيشن بروسيسور وهلوم معلره، وفي نفس الوقت الثرو بتاعتها كبيره ومن تبقى برودكتيف. يبقى احنا عمالين نتنقل من مرحله الى اخرى في ايهما افضل كتراب ومميزه في مصر. النوع الرابع او الخامس على حسب الترتيب اللي انتم هتبقوا فاكرينه، يبقى الداون فولت تويتش. احنا عند كلمه داون فولت تويتش يبقى احنا بنتكلم على فولت. طب دي مميزه لايه؟ للبري ريفت. بري ريفت ممكن نلاقيها في اللور مايوسين سيرز. كنترول بايه؟ بالديب بتاع الاستراتا. يبقى بتميز من اكتر حاجه انها داون فولت تويتش، يبقى الداون فولت ويتش يبقى بنتكلم على فولت، والداون احنا بنتكلم على الويتش اللي هو الداون. طب موجوده في انهي عصر او مميزه للبري ريفت واللور مايوسين؟ كنترول تبقى ايه؟ بالديب استراتا. كل ما الديب استراتا بتبقى في الاوبز دايركشن بتبقى كويسه، انما ممكن هنلاقي بتبقى جود او مكتوبه جود تراب. ممكن نلاقي في نفس الوقت ان الاستراتا الديب بتاعها هو الديب بتاع الفولت، فانت ونصيبك هل هيبقى فيه السيلز السيلينج بروبرتيز بتاع الفولت ولا هيبقى ما فيش السيل؟ يبقى كل ما هيبقى فيه سيل هو اللي هيحدد لي هيبقى في ريزرفوار ولا ما فيش ريزرفوار. يبقى النوع المميز اهو اهي مجموعه من البلوكس، وداون فولتد للبلوك اللي هنا، يعني هي بلوكس داون
فولتد استراتا. هل الديب بتاع اهو هنا اهو في الشمال الديب بتاعها اجينست الديب بتاع الفولت، ولا الديب بتاعها ماشي للديب بتاع الفولت؟ لو الديب بتاعها مع الديب بتاع الفولت يبقى لازم يكون عندي الفولت هنا هو سيلد، ما كانش سيلد يبقى مش هيحصل لي عندي ريزرفوار. هنا هو لا هيحصل ريزرفوار دايما في الحتة الكريست العاليه، لو الماوس قدامكم باين في هذه الصوره. نخش عن النوع الاخر اللي هو الهانجنج وول. هنا التاني كان داون، هنا بنتكلم على الهانج وول اوف سينثيتيك فولتس. بيقول لك ده موديل ستراكشر تراب موجوده في الجلف، بس ايه هو تراب زي ما بقول لكم مصيده، بس في مصيده فيها فار، مصيده ما فيهاش فار. هنا في مصيده فيها اويل، بس مصيده ما فيهاش اويل. دي مصيده ولكن الى هذه اللحظه ما شفناش فيها هيدروكربون اكيوميليشن موجود في الجلف، انما دي من ضمن، لا يمنع اني اقول دي من ضمن التراب المميزه للايجيبشن موديل تراب. خلاص كده كويس، يبقى موجوده فين في الجلف؟ ما فيهاش اويل اكيوميليشن الى هذه اللحظه ديسكفرد. ممكن في يوم من الايام هنقدر نكشف، إنما اللي احنا شفناه النهارده ما فيهمش الكايند اوف تراب ده فورمد في الداون فولتد زي ما بيسموها الحجره كومبارتمنت along الهوموكراين فلانك اوف تلتد بلس. ده جزء مميز للهيدروكربون مايجريشن من الديبست بارت بتاع الهاف جراف، بس بقول مش عندنا يعني، ده ظروفه كلها مواتيه انها تبقى جود تراب، انما التراب اللي احنا لقيناها ما كانش فيها اويل، ما كانش فيها اويل اللي ممكن ما تقولش السورس اللي عندي اللي تحت دي كانت موجوده في المسار، ممكن تكون دي اتكونت بعد ما الاويل حصل له مايجريشن. كده كويس؟ ساتش تراب كود كونتين، يعني هذا النوع من التراب ممكن يحتوي على هيوج حاجه كميه كبيره، هيوج اكيوميليشن اند شود بي ات فيتشر اوف راوند اوف اوبسرفيشن، وممكن في المستقبل يبقى دي الجوله بتاعتنا بتاعت اكتشاف هذا الاويل. ان شاء الله دي الرسمه بتاعتنا، ادي الهوموكلاين اللي موجوده عندنا، وادي التراب تبقى موجوده في الهانج، دي الهانجنج وول وتبقى موجوده هنا في الهانجنج وول، بس بقول الى هذه اللحظه للاسف لم يتم اكتشافها، انما ندعو من الله ان يتم الاكتشاف في القريب العاجل، ولكن هذا لا يمنع ان يكون هذا النوع من التراب مميز للتراب المصري. كده احنا خلصنا الجزء الاول او بارت 1 في الايجيبشن موديل اوف تراب. اوكي.